شايب خلف شايب خلف يحييكم والفزورة من الولايات تجيكم شايب خلف شايب خلف يحييكم والفزورة من الولايات تجيكم شايب خلف شايب خلف يحييكم والفزورة من الولايات تجيكم شايب خلف شايب خلف حضروا الورقة والقلم حلوا فزورات اليوم 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 وبالجائزة الحلوة نهنيكم وبالجائزة الحلوة نهنيكم شايب خلف شايب خلف يحييكم فزورة من الولايات تجيكم شايب خلف شايب خلف يحييكم فزورة من الولايات تجيكم شايب خلف شايب خلف سلام عليكم وعليكم السلام عطيني قهوة ها والله وعطيني شاهي ان شاء الله وعطيني طحين وشوية بزار عطينا قهوة ها والله وعطينا شاهي ان شاء الله عطينا طحين وشوية بزار عطينا قهوة ها والله وعطينا شاهي ان شاء الله وعطينا طحين وشوية بزار عطينا قهوة ها والله وعطينا شاهي ان شاء الله عطينا طحين وشوية بزار عطينا قهوة ها والله وعطينا شاهي ان شاء الله عطينا طحين وشوية بزار رحنا لو قلنا زين خلانا ونسانا 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 عجب يمكن مشغول في مسافر خانة في مسافر خانة شايب خلف شايب خلف يحييكم والفزورة من الولايات تجيكم شايب خلف شايب خلف يحييكم والفزورة من الولايات تجيكم شايب خلف شايب خلف يحييكم والفزورة من الولايات تجيكم شايب خلف شايب خلف حاضر عاد عاد ريق ابوي تعال بتشيل الفرضة من وقت البوم البارحة واصل البوم أي ندري شحنا اليوم اينك نزيل ابوي بن واحي هلكتني خليها تصفت شوية بن واحي بنسير لا اله الا الله ما تخلي الواحد يتعدل ويتصفت شوية مو تبغى لها تصفية مو تبغى لها انتين شايف شايف لا الفرضة ما سايب العيش شايف خلف انا بصير معه مو تشوي بصير اعاونه انت كما كنت من يخليك تصير انت هناك ممنوع تصير البنت كما كنت ممنوع ككبرك هادوك هاليش مو هاليش ككبرك
يخلوكم يدخلوا البيخ يخلوا المولى الله صدقه فاضل مو يودي باباك معي في الدكان مسافر خانه ما تضيف المكان بتشوف الناس يبون يماري يبون حاجه في مسافر خانه ايش هي معها؟ ما راح كل شيء بتشوف بصير معها؟ زين زين مرينا ما اكل ايش؟ ما دبابي احنا ماك شغل؟ ولا ما حيدفع شيء؟ انت يونيه بدها تبرمك بطيحهم فوق زين بتبرمك علينا زين هلا فاضل وما لا هلا في عاره هم قادرين يعملوا شيء هم مسير ها؟ وزين؟ تمام صحيح؟ اه انت قلت لك ساي كلام مو هنا ها ايش هاي معك ايش هاي معك انا خلاص مو قلت لك ساي اقول لك ايه قبل لا تصير طوف على مالان في البيت ايه زين زين بيكون ما سال فرضه وجان حصلتها بس يور باعه ما حصلتها تحصل اكل فرضه ما تحدوا ودي الباعة 30 وش امان ان يضيع لا لا بس ان شاء الله يا ولد مع السلامه ايش هاي شو والله نعم انت بعد انت بعد ما بتهل تبي اكل خبز هذا ما بتهل انت بعد يقول ما ابغى اقعد كيف ها يا شو ما ماشي هلا يا 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 الله يا يا الله ودع صفدها حالك ودع بعد روحي يعني ما اشتاق بعد زين تاكل اكلي بعد قاعد تاكل اكلي تعال بصير عنك ما سوى غسل يدين وبيب زين وش لا لا شلهن ومن ومن غلاب ياكلهن سنورة نعيها شوي نعيها ايه ايه سنورة ما حد غيرك انت سنورة انت سنورة خلاص انا بشير بنجاب حتى نسير دكان وقت وش لا اللام دخل ومن الاخيخة ان شاء الله ان شاء الله نعم سي الحين بي مرة وراكني جاي تعال وراكني جاي وراكني وراك جاي الله هينك عندك ياي 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 عندك لا 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 بجيك تاني بجيك هنا يا انك يا انك يا الله يا شوف الدكان مقفل خير ان شاء الله ايه ساير شايب خلف اكيد ساير بيوم يوسف بلادها اسميك يا شايب خلف مو اقول عنك شايب يا شايب خلف تراك شايب يوم وحده ما تصبر عنها توعد شيخه مو بتقول مو سويت ومو سويت تو بتصدق ابوي يسير اشوف شغلي انا احسن عن أنا جالس هنا واحد يحرص يمكن ما يجي اليوم أقوم مسير أنا عنتور أه؟ نحن هين تو نحن تو تو في السكة أنا أعرف إنه في السكة أنا يعني هين نحن بعيد عن بيت يوسف ولا قريب إيش أقول بعيد وقريب عن بيت يوسف الله يعني أنا عارفك إنك بتسألني عن بيت أم يوسف عن هيشة تعني بعد أنت عارفني بعد الله يعزيك يا عنتو الله يعزيك أقول ما يهياني يوم ما أشوف عوان سويت لي خلوة وشلت لي عنتو إن شاء الله يا 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 إن شاء الله بنتقهوى بعد وإن شاء الله فؤادك يبرد يا الله عسى الله يسمع منك إن شاء الله عسى يا رب القايا وشوف واشرب قهوتي ويبرد فؤادي يا عنتو تراني حتى قريبين مرة في السكة هاي قريبة قريب يلا يلا روق عليهم روق على بيتهم روق خلوا عليهم توفهم يا الله شوي شوي دي مش حيل شوي شوي حيل مش عنده حيل يا الله تعبت مقفول مقفول يا الله انكسر خاطري انكسر ايه يا عواش الدار قفرة والمنازل خالية حتى اني تسوي حالي خلوة ما يسوي خالي خلوة ما ليش
سوى حالك متخخ خلوة حتى أنا حالي سوى خلوة. يا عم سوقي عن توري الله يا حواش يا الله يا أبوي هيلش اليوم أسمي تبتين متى خلا بنسير خلا عسى إن شاء الله يوم اليوم عسى عسى إن شاء الله بنجيب على مرة تغير خلا أبوي يا الله يا عواش تعال يا أبوي هلا خليهم يغيبون تعالي عنهم تعالي عنهم تغيب يوسف ويغيب يوسف تعالي عنهم أبوي تعالي مشتاق لكن فابول وعنتر هين بيكون سارين بيوره عجب معقولة الشايب خلف يودر تجارته ومصالحه علشانهم يوسف عمو ماما حسين خبرني عمو ماما من حبك وبات ولا عبك أقول حمدان هي قولي عن يكون سارين تسوقوا هناك هي والله صدقش بس أكيد أخوها اللي بيملك عليها أما أفكارك هذه يا شواخ أفكار جن نعم أقول لك قول يوم يجي وشي هي نسين خابرهم نسين وارجع أنا بصوغاتي وارجع أنا بدلالتي عن مو دلالة الرجال وحدة شالينها عند أخوها هناك يتزوجها ويخطبها وامو أنت عمو عجب تبغيني أنا أنحرم من دلالتي فلله ولا فالش يا حرمة اما اسمي ياك الخير ياك الرزق عطني 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 القلم والدفتر حلمود بغى قلم دفتر حلمود ياك الرزق اقول لك نجار رجاله بكتب اسمه وعنوانه تعال اسكن معنا احنا ما انت ومن بسجل اسمه وانا ايش في يعني ايش في ها شر 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 انت ايش دراك كتابه ايش دراك كتابه تسمع ابوي خلينا تكتب اسمه وخلينا خلاص ما حد رفضه ايش يكتب سير ابوي سير ما نعرف تكتب انت ما نعرف خلي فاضول يجي واحد يسجل اسمه سير 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 جيب القدو سير سير بابا بسالك حالي ده انت تصرخ علينا بعد جزاي الله خير ان اشتغل وانا اشتغل على جزاي الله خير بعد قاعد تتنازع ما نشتغل ببرخ عشر ربي انا اديك شهر عشر ربي بس حسبت لي 200 ربيه يوم 10 والله انزين ايش يومك انت ما تساوي 10 ربيات بعد روحك ما تساوي ما اسوي هالشغل بقول ليل ليل ونهار ليل ونهار من يشتغل غير يعني من قولوا له ماني والله انت ايش بس صك الدكان والمسافه خخانه يلا يلا راسي هلا صايا شوك ومطلع شارك علي شوفك والله اسمعني ها والله تراني بخبر ايش خبر ايش خبر بخبر يوم مشيت بيت ام يوسف الله يا جبريل والله خبر ما خبر ما وضوح ما قلت بس اسكت اتخبر حد شوف كيف انا هذا زين بس يلا بس تخبر تراني مرة هداي قصدني لك لا تنازعني بس ما نازعك انا اتنازح معك عالتور لا تراني روحك يسحق بساعة يلي كي شوية ها ما علي ما علي زين وزيدك ربية واحدة وقع معاك ربية والله نعم بلا تخبرها الله يعطيك خير ورزق والله هالربية هذي ما تنفعني سير ابوي سير زين جيب القدو سير ان شاء الله سير الله يا جبليس عشرة ما بسير زين هاي القهوة بعد ما سيرانية قاسين عليهم هالبنين قاس عليهم والله يا زي ها وتصير مرة ثانية مو ما سير أنا كي سير ماكي ماك والله العظيم هلاكنا من مزح في الكرسي ذاك هلكونا هلاك العالمين ذليل جيتو كيف جينا ترى نجينا أبو زودنا أبو زودو أبوي كان هلاك ترى نحتلكت وتعذبت أبوي هذا ما حمل يدلها ناقرة حال يلعب قراطة هناك في البنط حال يلعب قراطة حال يلعب حواليس قلناها مشيناها وقراطة وخلوها خلوها هنا يلا 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 دخن الجدو يا غاوي النار في غاوي بينا يا ربنا أقول شايف خلف هم يوسف بعدهم ما وصلوا من البيت بعد ما جاني من البيت ما من البيت من البلاد البلاد ما أظن جاي حالي سير شوفهم سير شوفهم سير ما جايين أبوي ما جايين أنت مو دراك أنا ترى أقول لك ما أظني جايين ما أظني أنا أعتقد أنهم جايين قلنا لك ما جايين أبوي ترى خلاص سير شوف الرجال ناق جاي في الدكة مسافر خانة جاي جديد سير دوكا سير دفتر سجل اسمه سجل هناك سجل اسمه سير سير كيف ما سجل اسمه هنا وكيف ما جينا ترى ما جا رجال ساسي ودع عن تور داخل هناك
شلون هلا صدقني بعد هلا دوك حل منك متعذب تجينا انت لو بتعذب هلا اه زحفظه سير 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 شوي والله ان مر عاد الحين بس بيكون تعبان شوي شاجونيه ولا شيء تعبان بس ضايق مضايق مالا انت مو علومك والله علوم زينه بس انا جاينك في موضوع اذا سمحت اذا كان موضوع اغوال سمعت مني ما اسمع ها ما موضوع غواز انت فهمني الاول انا انت تعرف الله تعالى رزقني بولد قبل شهرين احيد وقلت اذا الله تعالى رزقني بولد اسوي له نذره والله انك كريم يعني هاي تعزمنا على النذره زين ابوي بنديل هاي همك لنجيل خاصه اذا في ذبيح المسيله بنديك خصوصا عاد بابول وعنتور طيبتهم الذبايح والعزايم بنديك لا تخاف ابوي ما هذا قصدي مو قصدك عجب؟ قصدي اني باغي اشيل العريبية اصير فيه نذرة العريبية وهين باغي تصير مكان بعيد؟ ها ما بعيد بس الابيض الابيض؟ هه ومو خلاك تنقي الابيض يا قول الحلال سير غالي ولا سير الجيلة يا قريب لازم الابيض صار مو سوى موصوف الا الابيض ما تلاك عنتو لا اله الا الله محمد رسول الله الحين اروح الموت القتارة عاد خش اللي بتضيع علينا اقول لو ما مسيره المشي وكيل مسير الموتر يبغى له اعرفك اعرفك مو تبغى تقول بترول شيء ما يهمك على حسابي ذا ما دام كذا عجبتني ما عليه خلاص عقب موافق شيء موافقين ما يهمك عقب انا بترخص تو سير ما بدك قدو بدك قهوه آه ادوخ قدو اجيب لك فوايه ما ابغى فوايه تعرفني وحدك ما ادوخ القدو ذا حياك الله تمام تمام لا اقول زين الحمد لله يوم جات في العريبيه بعد حسبت يبغى قرشين ثلاثه كان الحمد لله رب العالمين الله عقد رساله ما تحكي يا الله يا الله يا الله يا كريم يا رحيم سجلت اسم الرجال سجلته يا ليت مثل الناس اللي جيوا هنا مثل ذا الرجال ماله مو نوبة ماله ضارك كل يوم اسالك لكن اليوم بتسالني انت بتنقلب الايه اليوم انت بتسالني يعني نعم مو كيف الرجال هذا رحت اسجل اسمه اعطاني شرح وافي عن ولايته مو تبغى يعني ارقص ولا مو ما اعرف لا وبعد اعطاني اسم الولايه زين يا ابوي قول لنا خلنا نستفيد منك هين ولايتين بلادي بقول لك اها ولايته اولا قال لي يلا خله نشي فيها مسجد عود زين ابوي كل الولايات فيها مساجد كبيره وعوده لكن اذا مسجد كبير ما كلمه كبير مره كبير على الوصول زين قلنا هين هين وفيها آثار بعد فيها آثار كثيرة فيها آثار؟ هي نعم فيها آثار عائلة أبوي اليوم يلا المعلومة من عندك نعم قال قول قول بتستفيد اليوم بتستفيد نعم من عندي شوف الولاية هذه فيها قصبة قصبة مو قصبة مو ما أعرف مو يعرف مو لحقت شوف مو لحقت صدق أتذكر شوية أتذكر بتجليها قصبة سكين بيكون قصبة يسموها نساها من جد الله يهديك قاعد دور يلا أصير أقول لك قصبة مين أصير أقول لك تعال أبوي أنا بخبرك أنا أمن ما منك فايدة ولود اسمع ما اسمع أنا هني أبوي هني أنت بتدلين أنا؟ نعم أنت وأنا ما أخذ المعلومات عند الرجال من الرجال اللي ساكن في الولاية هذه وأنت بتدلين أنا؟ عاد ما قصر أنت ما تعرف له هذا ما تعرف له أنت أنا أعرفه أنا لو أني تو جاي لكن أنا أعرفه أكثر منك هذا أبوي الحكمة من عقول ميانين اسمع صح اسمع صح الكلام ذا صح أقول إيه قول هاي الرجال إيه من وادي سلطان فرح وادي سلطان اقول ترى اسمح لي اذا قلت لك غلط بغلط وتو هو ما قال لك عن اسم ولايته لكن ما قال لي انه وادي سلطان اولا يا ولد الحلال يا عمي خلف انه وادي سلطان في ذي الولايه ماشي
يلا قدر مهما عليك من ابوي يا انت خبله يا هو بغام كيف بغام ابوي ضحك مضحك مضحك خلي اتكلم ونفهم الناس اقول نعم هاي وادي سلطان نعم في الولايه هي الولايه معروفه ومشهوره وين ولايه الرجال هذا قال لي انا من من هي بس انا من فلك القبائل انزين عيب من فلك القبائل يلا قول ابوي انا قلت لكم انتو كلكم بغامين ما تهمون شيء يا هو يا انت ترى بلد القبائل ابوي من هالولاية وادي سلطان موجود في هالولاية اللي فيها فلك القبائل هذا الشيء هي هذه صح والله سير شغلك سير شغلك سير شوف يا فاضول هاي الولايه مشهوره بستة وديه فيها ستة وديه ايه وادي العويني وادي يمع لكن اشهرهن وادي سلطان سلطان طح ما سمعت بهالكلام ما سمعت اسمعكم جايبين طاري وادي سلطان خير ان شاء الله مو هناك الله يسلمك يا حمدان يا اخوي هاي فاضول يبي يعاتلنينا في الكلام او يعلمنينا عن المكانات والايات يلا خذنا مو ضحك بس اعلك يا فاضول تو انت ما بغيت تستوي معلم الا على الشايب خلب يلا خذنا استوي علي هو معلم وعليك انت وعلى غيرك بعد ابوي اسمعني انا بخبرك هذا عفريت مقرطع الدنيا كلها دارها ما خلى مكان وما سار له يعني انا عنه نعم علمه انا اشهد اعرفه انا فين ما شفته سار مكان ابدا من الدكان مسافر خانه لبيته ابدا اللهم انه سار مسار هذيك اليوم وبس ونوبه ذيك يا ريتنا ما صرنا مقربه ذيك السياره مقربه حال مو خير ان شاء الله مو ناب نوبه تكرسع ماشي علينا في الجبل وتكسر عندك الغرش الغرش تكسر غرش سمن اي نعم سمن لا غرش نحن لا الغرش ولا الحمار زين ابوي يوم انا سايح المكانات انت بعدك ما مولود صغير صدقه انت ودمس ابوي انا ساير يوم انت بعدك ما مولود انا اشتغل المكانات هاي نعم اي تقول حمدان صح كلامك عسل زين ترى المكانات تغيرت شيخ حمدان تغيرت المكانات ما كله بأول زمن أول ترى زمن أول يقول لك تحول صح نعم لكن يا فاضول مهما تغير الشيء في كل مكان لكن الأصل ما يتغير أنا أشهد صدقه ولا يقول حمدان نعم ما يتغير صح أنا ما أقول صح نعم أنا ما أقول شيء صحيح اقول الشايب خلف انا نسيت اقول لك تراني الصبح وانا سائر الشغل طفت عليك ولقيت الدكان مقفل كان كنا الساعه تبغى الصدق انا والله فكرتك سائر ويا ام يوسف هناك بلادهم لا يا حمدان يا اخوي ما صرت معهم الله يهديك على مكين ودر شغلنا ونسير كيف الخرابيط عجب ما ماري تتحجر عن الدكان تراي تحجرت شويه دفترت ابوي دفترت استخرنا في البيت شويه تحيرنا تحيرنا شويه خير ان شاء الله عسى ما شر لا ماشي بس الواحد شوف شيل دغني شيء انا بعدني انا كل عقرب هاي شمسوم يلا ما علي ابوي سوي لي شويه حل تراب بس اقول نعم خلاص بنسير انت ضليت الظهر لا يلا قوم عقب كنا بنسير طاعه بسير يلا يلا بسرعه بنصلي يا زبليسك يا فاضل خلا ابوي هاي مالك بسرعه جاردن زيد بسرعه يلا قفل انا بسير ما اعرف يلا طبيه ولا مو عقرب يمكن ها يلا سمسم خلا بنقفل ترى بنقفل يلا خلا عمي انا عارف
فضول ها؟ فضول معك مو قاعد تسوي مو قاعد تسوي ما تعرف انزل انزل طعم طعم انزل ها؟ تو مو هذا قاعد تسوي انت مو قاعد تسوي فضول يا اخي كنت جوعان وكنت لا اله الا الله شرخه كامله وتاكلها وحدك؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله منك اها تحلل شرب لك سلامكي حجاك شرخة قلنا لك ابوي وغرها وخلينا بناكلها كفاية الرحمن مع بعض ناكلها وتصير تلضها انت وحدك كيف اسوي كنت قال شو قلت ايش ناق عندكم ايه شوية هذا ايه شرب شيء ايه شيء مو هنا تعال شو مو مسوي تعال مو فيه انا كنت جوعان كم من انا علامة تكلم مو فيه كنت جوعان كليت الحين انتوا انا بعرف انتوا ما يعقم هالضراب هاي كل مرة ما ضابطوا النهار عندكم قول له مو مسوي قول له ها مو مسوي عالدور ما سوي شيء بس كليت مفجد خله ياكل مو ياكل انت قول اقول فهم كلامه مو قايل مو فهمه انا شوية كليت مالح مالح شوية ماكل شوية ايش عجب اقول لك شرخة ما قال يصير وغرها ايه ناكلها مع بعض ها هيا او باكل من الشرخة شوفها ومفتفتينها دوك مفتفت العظمان على عرض دوك فتفتينها كفاك الله السميع العليم جاديك الله فقرتني دنك مالح في يومين تخلصه مو هاي الحالة انت جايب لنا دايا ما جايب لنا بني ادم حشي هاي من يخلص المالح كل يوم تاكل منه ايش هاي ما عقدة ها يلا برا انا ما ابغى اشوفك ها اخطب من قدامي اخطب ما ماشي اخر من مرة توبة اخطب اخطب من قدامي طرف الله يجازيك خلنا فخنا اعود حوفني اعود حوف ابغى اشوف وجهك مرة ثانية وابوي يلا بس صوت ما غريب علي يلا قالت نعد استافوا من هالملجينة خالت الشيخة ابوي غبني صوت قالت هذه مو ما تنسان قاعدة قالت حالي شلولو دوك نمونت بخيلة وزينة مرحبا شيخة حالي شمحر عبيتي هاي شيخودي شيخودي مالها اقول نعد بها حمدان زوق ام زوق النماي عيب يا ولد هذه لسانة اطول من لسانة طبعا انا مو سواد بها صوغات بغي صوغاتك ماشي صوغات ماشي ما تعطيني هيك يا علي هي يا ولدي اعطي من قارتي احبابي قارتي هيك تعالى بس كيف حالكم انتو الحمد لله بخير وعافية عاد البلاد الحمد لله بخير زينين الحمد لله وأهاليها كلهم مرة وأخوش وولادها كيف كلهم بخير وعافية ما يشكو باس البر ما شخبار هي ما شخبار الحارة ما غاوية بدونكم لا والله يا الله ستي ما مسوي علي خلوة يا بنت الحلال وحسياف بخير الحمد لله مو ذا الشيء اللي قديد مو عندك يا ما تعرفيك من هذه اكيد بنت اخوي نوبه يلا محلاها وابي انا ما خبرتش عن هذيك اليوم نصره قالك انا ما شفت ابوي هي ذي اول مره عيني تشوف ذي المخلوقه هذا المتوسطه دي ما الصغيره يا ما شاء الله اقول لك كيف غاوي يا حال يوسف لا والله زاحنا سمعوا يوسف مش لاق والمدلاق ونسيم الحزام ما يلش حاجه ما لا. لا والله هو ده سكتي اخوان كان بنتي ما زحبت لكم الاكل قلت بكون ما تجي وابوي عقب بنتي فطومه قالت ليش الكيس ما كيف قلت لك سهرت تلعب يا صغيري تو يوم جيتوا عرف جيتوا اقوم اسوي لكم الغداء يا الله احسنتي ام سياف احسنتي يا استريحي ام سياف سايره اسحب لكم الغداء واطرش بدي يا صغيري احنا عندش اليوم كان عادي يلا يا ربي يا ربي يلا نشتق طواخش يا الله حبايبنا ما غاوي الحاره بدون ما حلاش يوم جيتي وما حلاش التتونه يلا احسنتي جلسي مشي ودي عواش وعلومش ما شاء الله سارة وي باسطة أسحب لكم الغداء وأجيبه يا والله عقب عن تأخري ها خلوا بالكم على السامان ها خلوا بالكم سامحين عاد شيخة ما سموح سامحين سكتوا تصوينا الغداء سكتوا جوعانين هاي سمامي سكتوا على الهواء حليلها مسكينة شيخة من عنتور مو جالس تسوي جالسني ماشي وحدي جالس وحد يجلس هنا تو؟ ايه انا لا 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 انت اكيد مسوي قصه
اكيد مسوي شيء في الدكان. لا ما ما ماشي ما مسوي شيء. ماشي ما مسوي شيء. قوم قوم خلا ما بصير. خلا انا اوديك خلا. ما يصير ما مسوي شيء. دوغو تو كل اللي قلته وبعدين قوم عدت قشي. انت مو يخصك؟ ما يخصني شيء. يا ولدي يا يوسف خلي خواتك طشه ياكلوا روقه في بطونهم، ما لك قاعد تنازحن فوق الاكل. اهل واحد ما يتمازح مع خواته شويه؟ عاد مزح من مزح يا ولدي. الحمد لله رب العالمين. وابوي معلش بنتي ما توكلي دكر خليها حتى ما توكل. بس شبعت. وما بيكون اهم خجله مني انا بيكون. مو يخجلش يا بنتي ذا يوسف كما اخوش. وهذا عاد مثل ما قلت لك. ايه مثلا اليوم الصباح نعم انا طالع من البيت لقيت اثنين يتضاربوا. هو قلت معقوله اخليهم يتضاربوا وانا اشوف عليهم؟ لا لا صرت احجزهم. زين سويت؟ ضربوني حلمو بس. بعدين قلت ما يسوى اخليهم كذا كسر حد المستريح. زين سويت؟ يوم صار حد المستريح هي. خلي روح سالم انا ما فاضل لك روح. حلمو حلمو اول حرمته باغي تربي. سمعهم ونحن جالسين نتكلم هي. سمعنا حد يصيح نقا حرمة المستريح ربت جابت بيذامه. الله يهديك يا سالم. وبعد طومز يقول لي لا تشتغل هي. ابدا لا شغل ولا ترى المره برجع لك مره ثانيه. شوف يا ولدي يا سالم تبغى الصدق هي. انا عارف ان شغله البنيان هذه ما تروم عليها، انت وحدك ظهرك من كسر. انا الود ودي انك تشتغل معي لكن مو اسوي. انت مو رايك نصير عند الشايب خلف؟ شايب خلف مو سوي عند شايب خلف يمكن احصل لك عنده شغل. الشايب خلف يوم انا صاحي ومتعافي ما شغلني، تبغى شغلني تو على المكسر؟ خلي الموضوع علي انا، خلي الموضوع علي انا ولا يهمك. يلا خلي سير. في قدام شيخ وانا ملاقي لقاكم الحصين وشلتوه. ان شاء الله يجيش الحصين يشيل لك ولدي ولك بركه في ولدي وفي مالان عقب هالغرش. الله يخزيك المعوش. الله يخزيك الغرش شيخو شلوهن. وحنين نعم انهم شلوهن على مو انت سمعي سوالفهم. سمعي انت اهو انت قوم ادفع خمسة قروش عن قرشتين قيمه القرشين. اهو مو يستوي شيخو والله انت قوم ادفع خمسة قروش. ايه ما ادفع وحلي. انزل وخلاف مو سويتوا خلاف بعدنا قلنا نسوي شيء واحد. قلت مالان اخوي انت قوم تتفاهم معهم وقولهم اي قبل قرشين اهلا وسهلا ما يقبلوا يلا ماشي ما نبغاه يشلوه. زين سويت فيهم ما حصل فايده ما حصل فايده. انا اقول ماله ذاك الرجال ياشر سير وسير عصر نغتم مسكين. هذاك لغته مساكين مساكين ذاك لغته شيخو مساكين. لو ما هو كان ما دخلنا العصقه. يا ربي انا اقول الله ينتقم منهم على ذيك التنهجيل. ابو نهجلون انا مو ابوي الحكومة برية منهم فقالتهم يسووا في بني ادم كذا. لكن وحدهم يطلعوا ذي اللي بدع ان كان على كذا. لا والله صدقش. ها وابو الله يكون لا ماشي. أنا بعتني ستار وستار ستارين وخمستار وخمستار خمستارين خمستار هي زوجة حمدان ماخذ ست ربيات وست وعشر عشر ربيات صار 11 ربية. كيف 11 ربية؟ أحسب عشر وستة 11 صح 11 كيف 11؟ يسوي بك شيء. تعال قدامي قدام. 10 11 12 13 14 16 السلام عليكم فضل. وهذا مو قريب احنا مو قريب علينا. رد السلام قبل. اسمح لي ولد الحلال اسمح لي انا مشغول وقابل اللي بعد هالمقورب قدامي ذي. قل له مشغول في موته. مشغول ذي الحسابات هذه اهتلكت ما اعرف المسروقات ما اعرف يقول ما تعرف تحسب ما تعرف تحسب. كيف ما اعرف احسب وانا جاهز احسب مرتين خمس مرات جاهز احسب خمس. زين انت وقل لي هذا مو مسوي هذا مو مسوي؟ ايه
سأله مو مسوي سأله. سألته يقول ما مسوي شيء. لا إله إلا الله. نعم قال لك ذا ما مسوي شيء بعد يقول. إنزين دواك عند خايف دواك هو لك بيعرف ما مسوي شيء شيء هو لك بيعرف اللي جوا الدواء كذاك شيء. نعم. على الدكتور من يجي شايب خلف طش قبضه من رقبته. حلمه. آه إذا باغ له ضرب خلي يصير قبض له رقبته. بابي هذا أبوي إذا زعل ما عنده كلميني ما شيء يضرب يضرب ما عنده كلميني. هذا شيء واحد إنه يسوي له جدو متسنع ويبس له راسه ويخلي يطير المخ من راسه هيك الساعة بيرضى علي. كذا عرفت هاني كذا سأل مقرب عقب ولا تسأل طبيب سأل مقرب. السكت انت خلنا كل مرقات قوم سي سوي كدو سير خلي يسير مو بيسير يبا مو يسوي يبا ايه؟ هذا خلف ذاك وابوي والله مسكين عنتو مسكين اسمع اسمع لا اله الا الله ما تكلم وحدي ما تكلم هاي مو جاي منه من جاي منه ها اه شايف خلف شويه شويه عنتور مسكين رحمو شويه المسكين يقدم نفسه هاي طغيان عنا طغيان بطران اه علشاني انا اتدخل بينك وبينه شمتي عاد اسمح له عاد هالمره هاي سماحه ماشي سماحه غير اطابق هالحصاي ما يسمعها قلت لك ولد الحلال هذا ما ينصح ما ينصح هالولاد هذا رافس النعمه يا ما نصحته ويا ما قلت له لكن هذا الولاد هذا بس ما يبغى له لقى الخيزران نعم نعم سوف هذا انا اقول لك اقول شايف خلف انتور مسكين وحليله على نياته خليه عاد انت اسمح له عاد يا مالان هذا متبطر قدي صاير مثل الدياه ياكل الدنج والعيف وياكل سنوت ما معقلنا شيء صدق حشمتي اقول لك اسمعني حد ياكل بصل وملح اهب يحس لك بطنك يلا خلك يلا ملح ملح وبصل لكن اقول شيء ما بيعودها مره ثانيه عاد سمحوا لها المره اه عم خلف اه اقول شيء اه بحشمته ترى بحشمته شمت من بحشمت مالان الله العظيم مو اقول لك يا مالان والله مو اقول لك ولا هاي ما دواء كذاك هاي دواء غير ها انا سويت عيدك عاد عزيز وغالي علي الله يطول عمرك شاب خلف انت كلك خير وبركه يا عم خلف اه اصير هناك بس اشوفه من زين من شوف بشوف الرجال هذا ابو جايك ساعه وبشوف عنتر مسوي القدو ولا لا؟ انا طرشنه اسوي لك قدو، انا طرشنه تراني ها؟ انا نعم انا طرشنه انا طرشنه اه زين يلا يلا اه طرشنه انا بس راوي تملى انت بعد بعد عزيز علي انا فاضول عزيز وانت يا ملان عز بعد ولا فاضول هذا فاضول اسمي مو اقول عنه فاضول؟ لو فاضول ابوي انا ما يستوي شغلي بر ما نعرف اني عنتور نعرف اني فاضول انتو لا فاقرني ويحبي اكل في الدكان الدنج ومقوض المالح مقوضنه اه الله يا الله يا كريم يا رحيم يا رزاق يا عليم اه وانت مو علومك والله سلامتك ها ما حد سال عني ولا حد ايه صحيح اه هذاك اليوم وانا ما رحيت المسفاة لقيت سيف بن حمد يسلم عليك وعقب السلام يقول عوين يبغى 6 كراتين ساوية واربع كراتين عنص والله الانسان انا مستغرب منه واحنا مستغرب متعجب مره يبغى عناص مره يبغى خوخ دعايات ما هي مو باقي هاي زين جبت من عندك غوازي جبت من عنده شيء غوازي ولا ما اعطاك شيء ها ما اعطانا شيء بس انا جايب لك سكر مصاص سكر مصاص سكر مصاص هنا مصاص من الفيقين من الفيقين هي هنا بيد الدور فيقين لا حول ولا قوة الا هيش تبغى تقول انت على الانسان هذا هاي مرة ما يحس حد يشوف حد يسمع سالفة بلاد ولا ولاية بيطش مو تبغى الفيقين انت مو تبغى اعوذ بالله انت ما قلت لي اذا تبغى تسأل وتتعرف سأل تفهم صح قلت لك لكن ما تسأل ما نسألني انا بقول لك قل انت قول لي الفيقين هذه يا فاضول هاي في ولاية عوده مشهورة مو مشهورة بمو؟ مشهورة بفلج فلج غريز فلج غريز يسمونه فلج نسيته الله يا إبليس الشيطان نسيته مو اسم الفلج الغريز هاي اصبر انا توقع ما اسم المحيول؟ هو الله يرحم والديك انا بعرفه انا اسمه فلج المحيول وهاي الفلج حيث المسجد ناك اول يمشون الناس يمشون بالعريب يوقفون ناك يتغدون تحت السدرة ابو حيت المسجد حيث الفلج يتغدوا هناك ويجلسوا يباتوا وهاي الفلج هاي فلج المحيون غريز
نحت وسط النار، وسط النار جار تشير تحت داخل تشير معك فنر ما تشوف ظلام. وهو هاي الولاية فابول حيت نزوة، قريبة من نزوة، قريبة من نزوة. أسميك تعرف كل الإمكانات يا الشايب خلف. أبوني باقي أقول له الفقين، لكن عاد قلت أختبرك، مو تقول هي ما تقول أنا وبعدني أنا بعد باختبار أنا بعد أحتاج اختبار أنا حقا بسير أنا بعد أصير معك تراني أوديك أوديك إن شاء الله، بس عاد برخصة الشايب خلف. لا 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 ماشي ماشي حلو ولد ماشي ماشي كان ماشي بنمشي رباعة ماشي معي أشيله معك لا تشيله إيه وحليلة بشيله خليه يشوف لا شيله كما سير لا إله إلا الله تبغانا الليلة ونهار الليلة في الدكان ذا هالك 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 الرب والحرب بعدني بعدك مهم عندي وماشي يعني بدوني وبعشوف يلا خذ له أقول لك يلا ماشي بنمشي رباعة بنمشي رباعة بنمشي رباعة لا تزعلها أنت مو جايب اللي جايب اللي قدو جاي تتملق بي بالقدو تتملق هي جواك الحين هي جواك اقلع عينا توبة خلاص توبة لو ما حشمت مالان فاضول ارد حق بالعقبة هاي مسكين 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 جات الجن متمتة جات ما جات وخسرتنا التنك مالح الله جازيك لا لا وحليلة طيب ندودة مسكون ندودة وحليلة ما يستاهل ما يستاهل منك كل هذا عنتور اي شنانير كلنا لك ما نقل نشر وايا اكثر من الشنور قادلنا ما يسوك ذاك مرة ثانية اتأدب مرة ثانية ما يسوك ذاك ما يسوك ذاك مرة ثانية هاي كنا هالقدو هاي رحمه القدو الله رحمه بالقدو شايب خلف شايب خلف يحييكم والفزورة من الولايات تجيكم شايب خلف شايب خلف يحييكم والفزورة من الولايات تجيكم شايب خلف شايب خلف يحييكم والفزورة من